أما الآن مشاهدينا تقرير عن أفلام قصيرة قدمها مخرجون سوريون شباب لاجئون ضمن مبادرة اسمها العمل للأمل. هذا التقرير. العمل الأمل تأسست سنة 2015، تشتغل بشكل أساسي بمنطقة البقعة. عندها ثلاث محاور أساسية. المحور الثاني اللي هو أكبر محور بيحتوي على مدرسة سينما، مدرسة موسيقى وميوزك أند ثياتر برودكشن. شغلها الأساسي بيتركز مع المجتمعات المهمشة ومع اللاجئين الفلسطينيين والسوريين بشكل عام، وحتى في عنا طلاب لبنانيين إن كان بمدرسة السينما أو مدرسة الموسيقى. مدرسة السينما اللي اليوم الإيفنت بتمحور حولها تأسست سنة 2017، هي عبارة عن 9 شهور تعليم لحوالي 20 طالب بالسنة، بيتخرجوا بعد 9 شهور وبيجي من بعدهم دفعات. أول سيمستر هو عبارة عن كل شيء تكنيكال، من يتعلموا كيف يتعاملوا مع الكاميرا بالصوت، editing, lighting. تاني سيمستر منفوت أكتر بالسيناريو والقصص الكرياتيف أكتر، وثالث سيمستر هو منفوت بالفاينل بروجكتس، بالاخر بيعملوا يا شورت فيكشن يا شورت دوكيومنتريز. كانت تجربه كثير ممتعه ومفيده اكيد على مده 10 شهور تقريبا. بالنهايه اختتمت هاي التجربه بصناعه فيلم مع الريح، والفيلم كان عم يعكس تجربه شخصيه نوعا ما، اضافه لبعض التجارب اللي محيطه فيني من اصدقائي او قرايبيني. كانت من قصص واقعيه من حياتنا، يعني شيء عايشينه نحن، وحبينا نبينه بقصة فيلم. طلاب أول ما يجوا هن بيكونوا ما عندهم كثير معرفة بهذا الدومين، وبيكونوا شوي منغلقين على نفسهم، فشوي شوي بنشتغل كمان مش بس على القصص التقنية وكيف بيعملوا فيلم، على أساس أنه كيف بيطلعوا من حالهم وبيطلعوا بالأفكار منهم اللي بتطلع كرمال يقدروا يعملوا هذا الشيء. فهون كمان التلميذ أول ما يوصل لبس يفل التلميذ من عنا حيكون شخص جدا مختلف، لأنه بالنهاية الطريقة الوحيدة اللي قادر يعبر عنا، وخاصة التلميذ اللي عنا إياه هون، هي التعبير من خلال الفن اللي هو من خلال صناعة الأفلام.